بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي الأعزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة. ها نحن نلتقي مجددا في أحضان الطبيعة في هذه المناطق الجبلية الرائعة الساحرة الجمال. في هذا الفيديو سأخذكم في رحلة للبحث عن الأحجار الكريمة في هذه المناطق الجبلية. أتمنى منكم مرافقتي لعلنا نجد ما فيه المتعة والفائدة لنا ولكم. اخترت أن أبدأ مشوارنا عند هذا الشلال الجميل. شاهدوا تدفق المياه الكبير، كيف حفرت المياه خندقا بين الصخور. المنطقة هنا صعب الوصول إليها، أخاف من السقوط في هذا المنحدر، لكن منظر مهيب جدا وساحر ورائع جدا. مع استمرار سيري في هذه الجبال وصلت إلى هذه المنطقة، جرف صخري أثار فضولي فيه هذه التشكيلات التي تشاهدونها. هذه عروق من الكالسيدوني مترافقة مع فيلدسبار بلون وردي. شاهدوا أيضا الجليد بدأ يتشكل، لكن لحسن الحظ درجات الحرارة فوق الصفر. سطوح متعامدة لهذه البلورات كما تشاهدون، مستوية متعامدة، لذلك هي غالبا فيلدسبار، لكن لا ألاحظ وجود أي تشكيلات بلورية شفافة. سأحاول البحث قريبا من هذا المكان لعلنا نجد ما هو شفاف من البلورات. أيضا وصلت إلى هذه المنطقة، فيها هذه الصخور تحوي على حبيبات من السيليكا وأيضا فيلدسبار وردي كما تشاهدون. مثل هذه التشكيلات يمكن أن تحوي في بعض الأحيان على التوباز. عندما تشاهدون مثل هذه التشكيلات البيضاء بهذا الشكل يمكن أن تحوي على التوباز. سأحاول البحث هنا. كما تشاهدون لدينا حبيبات من الميكا السوداء، لكن لا أثر لشيء آخر من البلورات. في هذه التشكيلات الوردية التي تشاهدونها وفي تساقطاتها وجدت بجانبها هذا الحجر، هذا أيضا كالسيدوني. ما أثار فضولي هو هذه التشكيلات بلون أحمر التي تشاهدونها، أعتقد أنها من الكوبيريت، تأخذ لونا أحمر وفيها بلورات صغيرة ذات لمعات كما تشاهدون. مثل هذا لا قيمة كثيرة له، كما تشاهدون ليس نفوذا للضوء بصورة كافية. أثناء السير صادفني هذا التشكيل، شاهدوا معي مجموعة من الأحجار وضعت بجانب بعضها البعض. شاهدوا هذه تستند على حجرة أصغر في الأسفل، هذه الصخرة الكبيرة، ومن الواضح أن هذه الأحجار تم قصها بهذا الشكل المكعب، وهي تختلف عن سائر الأحجار المحيطة بها. شاهدوا معي هذه تحوي على بلورات الفيلدسبار، أما المحيطة بها فلا تحوي. ممكن أن يكون هذا تشكيلا من صنع الإنسان، ويمكن أن يكون سدا لمغارة أو ما شابه أو مدفن، الله أعلم. طبعا أنتم تشاهدون الآن صورة مقربة، هذا يقع في الأعلى هناك، يمكن النزول إليه من الأعلى، لكن أنا لن أقوم بالبحث والحفر، وذلك لأن هذه المنطقة لا تتواجد في أرض خاصة بي، لكن من باب الفضول قمت بتصويره وعرضه عليكم. لعله يكون تشكيل طبيعي، لكن هذا احتمال ضعيف، غالبا هو مدخل لفوهة أو مغارة أو الله أعلم ماذا يكون.
شاهدوا معي، هنا لدينا أنماط جميلة من الجاسبر، هذا بألوان الأخضر والبني، وهذا بألوان أخضر متفاوتة اللون، بعضها داكن والآخر فاتح. مثل هذه ممكن صقلها، لكن لن تعود عليكم بأسعار كبيرة، كما أن تسويقها صعب، لكنها جميلة. كما يوجد هنا أيضا هذا الحجر، حجر أحمر من الجاسبر كما تشاهدون. للجاسبر ألوان مختلفة ومتنوعة، هناك أيضا حجر جاسبر في هذه العروق الصفراء الجميلة التي تشاهدونها. شاهدوا معي إخوتي الكرام، حجر من النفريت جاد بألوان خضراء زيتية تشوبها لطخات صفراء، طبعا مثل هذا قليل الثمن. الألوان المميزة للنفريت جاد هي الألوان الخضراء العشبية أو الفاتحة. شاهدوا معي، سأحاول بعد قليل غسله في المياه وأريكم النتيجة بعد الغسل. شاهدوا ما وجدت في التدقيق في هذه الرمال، رمال بلون أخضر. شاهدوا معي إخوتي الكرام، شاهدوا هذه البلورات الجميلة الرائعة بلون برتقالي. طبعا هذا الحجر غالبا هو حجر جيد يحوي بلورات سترين، سأحاول غسله قليلا وأريكم النتيجة بعد غسله وتنظيفه. وصلت إلى هذا المجرى المائي، سأحاول الآن تنظيف هذا الحجر. شاهدوا، المياه هنا غنية بمعدن الحديد لذلك تأخذ هذا اللون الأحمر. شاهدوا معي إخوتي الكرام جمال هذا الحجر، حجر جيود من السترين، باللورات جميلة جدا من السترين بألوان الأصفر، وبعضها يأخذ ألوانا برتقالية محمرة. حجر جميل ورائع من السترين، وهذا هو حجر النفريت جاد بعد غسله قليلا. شاهدوا معي إخوتي الكرام، طبعا ألوانه ليست مميزة لكن ممكن صقله، وفيه نفوذية للضوء. على كل حال هو ليس غالي الثمن، ربما يعود عليكم بعد صقله ب10 دولارات أو 20 دولارا، ربما قطعتين بكل واحد منهما ب15 إلى 20 دولارا. هذا يدل على أنه ممكن أن نجد أحجار أجمل من النفريت جاد، الأجمل من ذلك يكون ذو نفوذية أعلى للضوء، وألوانه تأخذ ألوانا أخضر من هذا الحجر، وتكون خالية من البقع البنية أو البيضاء أو غيرها. إخوتي الكرام شاهدوا معي ماذا وجدت هنا، أحجار من الفيلدسبار الوردي، نفوذة للضوء بصورة جميلة، تنتشر بكثرة في هذا المكان. هنا لدينا كالسيدوني مختلط مع الفيلدسبار الوردي، البعض من هذه الأحجار فيه نفوذية جيدة للضوء وبعضها ليس نفوذا للضوء، سأحاول البحث عن أحجار أكثر نفوذية للضوء وأعرضها عليكم. مصدر هذه الصخور، إحدى الجرافات قامت بتكسير هذه الصخور، صخور تحوي على الفيلدسبار الوردي اللون المختلط مع الكالسيدوني. هنا لدينا حبيبات من الميكا كما تشاهدون، أو هذه صفائح من الميكا جميلة جدا. شاهدوا معي إخوتي الكرام، أحجار جميلة جدا، من الممكن صقل بعضها، مثل هذا نفوذيته جيدة للضوء وهو جميل جدا. شاهدوا معي مجموعة جميلة جدا من الفلدسبار الذي يأخذ ألوانا برتقالية مائلة للوردي، فيها نفوذية جيدة للضوء. شاهدوا معي جمال هذه الأحجار، بعضها يأخذ شكلا رخاميا، سطح مستوي لامع جدا. سرور جدا بإيجاد هذه الأحجار الجميلة، سأحتفظ بعينات منها وأقوم بصقلها وأريكم نتيجة الصقل في فيديوهات قادمة بإذن الله عز وجل. أثناء البحث في منطقة قريبة حيث وجدت الفيلدسبار الوردي اللون، وجدت هذه الأحجار الجميلة، أحجار وردية. أعتقد أنكم عرفتم نوع هذا الحجر، عرضته في فيديوهات سابقة
وجدت مثل هذه الأحجار سابقا وعرضتها في فيديو وقمت بصقل الكثير منها. هذه أحجار التوليت، أحجار التوليت لها نفس قساوة الكوارتز أو نفس قساوة الفيلدسبار، تتراوح من 6 درجات إلى 6 درجات ونصف على مقياس موس. أجملها هو ما يكون بلون داكن خالي من بقع البيضاء. أحجار التوليت تأتي معتمة والبعض منها يكون نفوذا للضوء، وهي أحجار جميلة جدا عند صقله. شاهدوا معي جمال هذا الحجر من التوليت، ألوانه داكنة وردية داكنة تميل قليلا للبنفسجي، في حبيبات صغيرة من الكالسيدوني حقيقة. جميلة جدا هذه الأحجار، تنتشر في كل مكان في هذه البقعة. سأحتفظ ببعضها وأقوم بصقلها إن شاء الله عز وجل، وأعرض عليكم النتائج في فيديوهات قادمة بإذن الله. حجر آخر من التوليت وردي اللون يمتاز بوجود هذه العروق من الفيلدسبار الأبيض، شاهدوا ما يعتقد يمكن صقله وسيبدو جميلا جدا بسبب هذه العروق. في طريق عودتي من النزهة صادفت هذه المراوح، هي عنفات توليد للطاقة الكهربائية تعمل بقدرة الرياح. شاهدوا معي المشروع جديد، أنا لم ألاحظ وجودها، أتيت إلى هذه المنطقة قبل مدة حوالي السنة أو يقل قليلا، لكن لم تكن موجودة حينها، بدأوا تركيبها مؤخرا، البعض منها قيد العمل والبعض الآخر ما زال قيد الإعداد. في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم. إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله لكم الخير والصحة والعافية والرزق الحلال الطيب المبارك من الله عز وجل. بأمان الله وحفظه أستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.